السلام عليكم متابعينا الافاضل، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد عاود ثاني من السلسله ديال ميرش باي امازون. الاخوان الناس اللي جايين جدادين كنصحكم انكم تشاهدوا الفيديو تقدامين وتكملوا معنا السلسله. راه القائمه ديال ميرش باي امازون تلقاوها في صندوق الوصف ان شاء الله، فيها فيديوهات بالتتابع. المهم ولا علينا الاخوان، اليوم ان شاء الله الاخوان جينا نعطيو واحد النقطه عاوتاني مهمه كيف العاده، حيت قبل ما نبداو الخدمه ديالنا ضروري نكونوا عارفين اي حاجه على ميرش باي امازون. ميرش باي امازون باش تكونوا عارفين الاخوان كيخدم بواحد القضيه سميتها التير. كنسمعوا كاملين بهذه التير هذه، كيفاش كتعني التير 10 تير 25 تير 100 وكيفاش خصني ندير باش نفوت هاد 10؟ اخوان التير هذا ها انت عندي دابا الحق انا في 10 تصاميم، فهمتوا معايا؟ عندي الحق في 10 تصاميم ما نفوتهمش مازال، خصني تنبيع هاد 10 تصاميم. وكاين بعض الناس كيقولوا واش ضروري خصني تنبيع التصاميم انايا عاد يمكن لي نتحول من التير؟ كاين اللي باع 10 تصاميم وباقي في نفس البلاصه. هنا الاخوان امازون كتقول لكم مثلا كتعتمد على جوج حوايج كما قلت لكم، كتعتمد على اول حاجه هي البيع، وثاني حاجه هي الجوده. الجوده ديال داك التصميم ديالك، داك المنتوج انت، داك العلامه اللي غتقدمها للناس، الجوده مهمه بزاف. بالنسبه للاخوان باش تعرفوا التير كيفاش المعنى ديالو زعما بالضبط، بحال قلتي المستويات، بحال قلتي ستاجات، كتلقى المستوى الاول هو هذا التير الاول، هذا هو التير الثاني، هذا التير الثالث بحال هكا، وانت غادي. فهمتوا معايا؟ الاول اللي مثلا عندك فيه في الحق في 10 كما قلنا، شفتوا معايا ها انتم شوفوا شنو كاين هنايا، عطيني اكون ساتي تير 10. فهمنا دابا الاخوان هذا 10، وموراها كتنتقل للتير في 25. هنا كيكون عندك في الحق 25 تير، يعني باش تنتقل من هذا التير هذا 10 حتى 25 راه عندك داك الشروط اللي قلت لك الاخوان. اول حاجه خص تبيع واحد 10 تصاميم، ضروري داك 10 تصاميم خصك تبيعهم، ما بعتيهمش راه ما تمشيش لذاك التير. وثاني حاجه الاخوان هي الجوده ديال التصميم ديالك مهمه بزاف. يعني الاخوان دابا فهمتوا معايا كما قلنا لكم، دونك دابا باش ترقى من تير 10 باش تمشي ل 25 مثلا، انا تير 10 كما قلنا، سمحوا لي على الاخوان على الكتابه، راه نخدم معكم غير بالبي سي دابا، ها بلا صوري ماشي حتى لا صوري، التاكتي ديال البي سي بورتابل. 25 هكا 100 ولا علينا، ها 100 ها 500، وانت غادي الفوق راه التيرات راه ما كتقاداوش. باش انا كتنقز من هذا التير هذا من 10 ل 25 شنو قلنا؟ غتبيع 10 ديال لي تي شورت، فهمتوا معايا؟ ضروري خص تبيعهم باش تنقز للتير الثاني، التير الثاني كيعطيك 25، وكذلك من التير 25 دونك خص تبيع 25 تي شورت. وكتركزوا الاخوان على الجوده، ماشي يعني غير كتجيو كترفعوا في التصاميم، يعني دونك الاخوان خصكم تضربوا الحساب. اي تصميم نحتيه انت دابا كمبتدئ في التير 10، اي تصميم نحتيه خدمتي عليه راعي ليه الاخوان. كما كنقول لكم في الحلقه الاولى اللي قلت لكم، النيتش مهم، لي كيورد غتخدم عليهم، البراند، كلشي الاخوان داكشي اللي طرقنا في الحلقه الاولى داكشي خاصكم تعرفوه. حنا غادي من هنا قدام الاخوان وحنا كنشرحوا في السلسله، يلا الفيديو الجاي ان شاء الله غنديروا كيفاش تجيب داك الكلمه المفتاحيه، كيفاش تدبر على العنوان، كيفاش تدبر على النيتش، هادشي كامل غنهضروا فيه. كاين الاخوان بعض الناس اللي كيكونوا في التير 10، شكون كيتساعد معاهم باش يطلعوا من بعد التير 25؟ طلعتي من هنا راه دونك راه مزيان، راك غادي في تصاعد. كاين اللي عندهم مثلا الاقارب ديالهم في امريكان ولا في فرنسا ولا في شي منطقه معينه، اش كيديروا؟ دوك الناس هما اللي كيشريو عندهم، وكاين اللي كيصاوب الاخوان الحسابات وكيشري من عند راسو عاديه. المهم حيت ضروري خصك تخدم هذه، ضروري بغيتي تنقز من التير، حيت ما درتيش هكا غتبقى في نفس البلاصه. علاش داروا هادشي امازون؟ علاش؟ باش يحتوا الواحد اللي دخل دابا يخدم في ميرش باي امازون ينضبط في الخدمه وتحط لهم خدمه نقيه، يعني تكون عندك الجوده وكلشي، التصميم كضرب ليه حساب، حيت الا جاو يفتحوك يعني دير شحال ما بغيتي غتولي تقدر بقا دير مثلا، كاين اللي يدير لك 100 تصميم في النهار يحطو دابا 100، يعاد ديبار يحطك 100 200 جماع فو عنده، ولكن داروا هادشي باش يمشيو منظمين، يعني دونك تكون خدمه نقيه، التصاميم غيكونوا نقيين زوينين، غتولي تبحات وشحال من حاجه. وبالنسبه الى وصلتي تير 500 والفوق ديك الساعه راه من حقك دير اي حاجه، قديتي على ديك 500 حطها في النار حطها ليهم، ما كاينش المشكل. وفي هذه الصوره الاخوان اللي جبت لكم دابا هنا بثناء تفهموا شنو كاين، شنو هما لي تير دابا بالضبط. ها انتم داكشي اللي هضرنا عليه حنا في الاول، هضرنا على التير 10 ال 25 ال 100 ال 500، دونك وقفنا في ال 500 قلنا لكم وراها راه كاينين لي تير بزاف. ملي كتوصل الاخوان هذه المرحله هذه دونك ديك الساعه كتحول كطلع دايركت ل 1000 ولا ل 2000 تير، موراها انتم كتشوفوا معايا عاوتاني تير 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 20000 تبارك الله حتى 100000. عارف شنو هي 100000 ديزاين يكون عندك؟ تخيل معايا الاخوان عندك 100000 ديزاين عندك محطوطين وخدامين عليك، دونك ديك الساعه ما دير والو، انت جالس مع راسك صافي، راه داك الشيء شحال يدخلك مبالغ خيالية كيدخلوك في اللحظة هادي. يعني الناس اللي كانوا خدموا في ميرش باي امازون من شحال هادي راه فازوا صراحة، تقال راه فازوا الناس اللي خدامين وهكا، راه تبارك الله كاين الناس دابا راه فلوس صحيحة دايرين من هاد الدومين هذا. ايوا هنا الاخوان كتكونوا عارفين نتوما في اين تير، يعني بداك الرموز ودوك اللوغوات اللي كتشوفوا معايا كتعرف انت في اين مرتبة كاين. دونك الاخوان تقولوا لي انا مثلا بعد 10 المبيعات داكشي ديالي مزيان، يعني واش نترقى في البلاصه يطلعوني؟
لا الاخوان يعني ماشي في البلاصه، هما راه بحال قلتي مثلا كيجمعوا عدد كبير ديال الطلبه، باش كاع الناس مثلا كتشي نقولوا كتشي في التير 25 ولا في العشره، بغيت يطلع ل 25 كيشوفوا الناس كاملين ديال صحاب العشره واش داروا حقوا مبيعات كاملين، داكشي عندهم اوريدي قال لك كلشي مزيان، دونك كيجمعوا طلبات كبيره وكيرقيوهم ديك الساعه ل 25، عرفتي من 25 كيرقيوهم ل 100، فهمتي؟ هذه يعني حتى كيجمع واحد العدد كبير ديال الطلبات، وفي هذه المده يعني عندهم واحد المده شنو نقول لك صاحبي ما حسبهاش انايا، الناس اللي عندهم تجربه في هذا المجال هذا هما اللي يكونوا عارفينها بالضبط. يعني تقدر تكون اخونا غالبا 15 يوم، 15 يوم اللي طولوا تقدر انت مثلا رفعتي 10 تصاميم بعتي، تقدر تجي في نهار، في ذاك النهار جيتي في ذاك النهار غترقى في البلاصه يرقيوك، تقدر يومين تقدر سيمانه، المهم الا تعطلوا عليك جوج سيمان كما قلنا 15 يوم تقريبا كترقى لديك الساعه التير الموالي. وشكون اللي ما كيخليش الواحد يترقى مثلا من التير 10 حتى ل 25؟ شكون اللي ما يخليكش؟ هنا الاخوان عندنا مثلا كما قلت لكم في الاول الجوده ديال التصاميم اللي كانت واحد الجوده ديالو رديئه عيانه سيئه، يعني شي يعني ما ترقاش. ثاني حاجه الاخوان هو الاستمراريه، الا كنتي ماشي اكتيف في الحساب ديالك، يعني انت ما كملتيش دوك العشرة ولا ما كملتيش دوك 25، يعني هما كيعتبروك علاش دايرين هذا العدد هذا، يعني باش يعرفوك انت راك خدام راك كاين راه حاضر هنا. يعني الا ما كملتش العدد اللي مطلوب منك دونك هادشي عاوتاني كتسبب لك كتخليك انك ما طلعش التير الاخر الموالي. واحد الحاجه اخوان بغيت نوضحها عاوتاني باش نرجعوا لهذيك ديال لي تير، ديك الامورجي ديالهم، نرجعوا لهذي ديال لي تير الاخوان باش نعرفوا شنو كاين. كما قلت لكم الاخوان في الاول يعني ملي كنوصلوا هنا 500 مثلا وكتنقص لهنا ل 1000 هنا موراش كيكون، يعني دوك نجيو مثلا نقولوا جيتي لهنا للسلف، مثلا جيتي للتير السلف وبغيتي تطلع هنايا ل 8000، راه ماشي ضروري انك تبيع هاد السلف كامله مكموله. ملي كتوصل للمرحله هذه الاخوان يعني ملي يكون داك السيد اللي كيراجع لك الحسابات ديالك انت، ملي كيكون داك السيد اللي كيراجع الحسابات عايش انت الحساب ديالك مثلا انت يلاه عندك مثلا 5000 تصميم رافعوا هنايا ولا بيعوا ولا 4000 تصميم، يلاه عندك 4000 تصميم مثلا، يقدر موراها يدوزك التير 8000 ولا 10000، هنايا كيعرفك بلي انت راه اكتيف وراه خدام، فهمتي؟ يعني عندك الجوده كتبيع واكتيف معاهم ديما راه مزيان، ماشي يعني كيحتوك ضروري انك تبيع السلف، ولا مثلا وصلتي لهنايا 20000 ضروري خصك تبيع 20000 عاد تنقص التير الاخر، حيت راه كبير عدد كبير تبارك الله، وراه الناس راه يوصلوا لها، الناس راه تخدم راه توصل لهذا الشيء ماشي توصلش. المهم الاخوان تسمحوا لنا طولنا عليكم شويه، كان هذا عاوتاني جزء من السلسله ديال ميرش باي امازون، نتمنى انكم اي حاجه كنقولوا ان شاء الله تستوعبوها. الناس اللي داخلين جداد كيف العاده راه كاين لنا قائمه بدينا بالاول وحنا باقيين عاد بدينا، باقي حتى ما درنا ما يتحرق. وبالنسبه للاخوان الناس اللي باغيين يبداو وكيصيفطوا لميرش باي امازون ما كيقبلوهمش شحال مره وعياو، يعني عندهم الرغبه الكبيره وعندهم درايه بالمواقع، اول حاجه درايه وسطروا على الاخوان، يعني تكون عارف اش كدير، ماشي تشري حساب وتبدا خدام يعني شنقول لك داخل لواحد البلاصه ما عارفهاش نتايا، راه ما يمكنش، خصكم قاري السياسه ديال امازون تعرف شنو كيبغي وشنو ما كيبغيش، ديما كنهضروا على هذا الشيء. ويعني كنتي مقتنع نتايا توكل على الله، صندوق الوصف راه فيه السيد اللي كيبيع الحسابات ديال ميرش باي امازون ثقه، وفيه البصله تدفع فيها الفلوس، دير لكم الكونت ديالي انايا باش ربما وقع لك شي مشكل في الاول في الطريقه ديال البيع والشراء، وفي الاول في الاول الستين ديالك انا كنتكلف بكل شيء، كنتي غادي امر تبارك الله مزيان نسيتي الستين الاولى داك الشيء هو هذاك بخير. كما قلت لكم انتم تجنبوا غير هذيك المخالفات ديال امازون، يعني تجنبوا شي حاجه ديروا شي علامه تجاريه ديال شي واحد ولا هكا، يعني الا جا المشكل من عندك نتايا راك انت كتحمل كافه المسؤوليه. يلا الاخوان نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو باش نستمر معكم الجديد، ياك شي جديد ما تنساش الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد، ودمتم في امان الله في فيديو مقبل ان شاء الله.